اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من حلقات برنامج ساعه مع جهاد. انتشرت الفتره اللي فاتت دي امراض كتير جدا ما كناش حتى بنسمع عنها قبل كده، او ممكن تكون موجوده بس مش بالانتشار ده، زي مثلا جرثومه المعده، واحنا شفنا ناس كتير بتعاني منها. وكمان الفتره اللي فاتت في ناس، يعني في ناس بتيجي على العلاج بتاع الدكاتره، في ناس بتكشف وبتيجي على العلاج بتاع الدكاتره، وفي ناس مش بتيجي، في بتقول لك لا الوصفات الطبيعيه احسن، وفي ناس تاني بتقول لا العلاج احسن. ده كله احنا هنعرفه ان شاء الله باذن الله فقرتنا الاولى مع الدكتور ابراهيم رشدي غلاب، اخصائي الامراض الباطنه والسكر. وكمان هنتكلم في الفقره الثانيه عن مرض النقرس وليه سمي بداء الملوك. كل ده هنعرفه برضو مع الدكتور ابراهيم رشدي غلاب. نروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم بعد الفاصل وبرحب بالدكتور ابراهيم رشدي غلاب، اخصائي امراض البطنه والسكر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا على استضافتي للمره الثانيه، واتمنى يكون ده شرف كبير طبعا لي. ربنا يخليك ان شاء الله، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق ونفيد كل الناس ان شاء الله باذن الله. لا من النهارده بص استعد بقى لاسئله من هنا ومن المشاهدين برضه مش مننا. النهارده هنتكلم بس فقرتنا الاولى عن جرثومه المعده. تمام. في الاول خالص عايز اعرف ايه هي جرثومه المعده. جرثومة المعدة أو بكتيريا المعدة الحلزونية أو هيليكوباكتر بايلوراي، من اسمها كده هي حلزونية الشكل، بكتيريا سالبة الجرام تم اكتشافها عام 1982 بواسطة 2 من العلماء الأستراليين، وحازوا بفضل الاكتشاف ده على جائزة نوبل عام 2005. قبل التاريخ ده كان يعتقد انه اضطرابات المعده او قرحه المعده سببها التوتر والبهارات، لكن جه التاريخ ده وغير كل حاجه وعرفنا انه في ميكروب بيعيش في المعده وهو اللي بيسبب كل الحاجات دي. طبعا الوسط بتاع المعده وسط حامضي، يعني في حمض الهيدروكلوريك ميه النار، علشان كده البكتيريا دي فيها انزيم، الانزيم ده اسمه يوريز انزيم. الانزيم ده بيعمل حواليها ميديا، الميديا دي قلوية علشان تحميه من تأثير الحامض المعدي. طب ايه هي طرق العدوى؟ طرق العدوى بتبقى عن طريق الفم، يعني واحد ياكل اكل ملوث، شرب ملوث، ايدين مش نظيفة، بالطرق دي بينتقل العدوى. ولما نتكلم عن الوقايه هتبقى عن طريق الطرق دي، يعني غسيل الايدين بالميه والصابون بعد الحمام، غسيل الايدين بالميه والصابون قبل الاكل. هو ممكن التواليت فعلا بينقل العدوى دي؟ هو العدوى اسمها فيكو اورال، يعني عن طريق التلوث بالبراز. علشان كده بنقول لازم غسيل الايدين بالميه والصابون بعد الحمام، لازم قبل الاكل. في عاده سيئه جدا الناس بتاكل في المطاعم من غير ما تغسل ايديها، برضو لازم غسيل الخضروات والفاكهه لان بتيجي من الارض ومن تاجر لتاجر ومن ايد لايد، عشان كده لازم نغسلها كويس. في حاجه تانية للوقايه بتبقى عن طريق الحكومات بقى، اللي هو توفير صرف صحي وميه نظيفه. في حاجه برضو بحب انبه عليها، النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسيل الايدين بعد الاستيقاظ من النوم، وقال فلا يدري احدكم اين باتت يده. برضو اللي بيصحى من النوم يمسك اكل او شرب ممكن ينقل لنفسه العدوى. تمام. طب هو في ناس كتير او الدكاتره، يعني ناس كتير بتروح مثلا تكشف وكده، الدكاتره طبعا مختلفين مش كل واحد يعني، فبيقول لك مثلا لا ما تستخدمش ادوات كذا، ده بتتنقل عن طريق اللمس، هل فعلا ده صح ولا لا؟ لا لا، الانتقال احنا قلنا الكتب العلميه بتقول فيكو اورال، يعني عن طريق ميه ملوثه بالبراز، اكل ملوث بالبراز، ايدين مش نظيفه، كده بتنتقل العدوى. دي تمام. الطريقه العلميه. هو طبعا ممكن يكون التلوث غير مباشر، يعني طباخ في مطعم مثلا ايديه مش نظيفه، عشان كده هو مثلا الدكاتره بتنبه ان غالبيه الوقت بلاش اكل المطاعم بره، على الاقل يعني احترس. تمام. طب احنا عايزين نعرف ايه المشاكل اللي بتسببها جرثومه المعده؟ لا بتسبب كم هايل. هل هي فعلا بتؤدي لسرطان المعده؟ جايين في الكلام بقى. هو المشاكل اللي بتسببها والاعراض اللي بيجي بها المريض
بتبدا من فوق، رائحه فم كريهه، وبنلاقي بقى ايه، يكشف على الاسنان، يكشف على الجيوب الانفيه، مفيش اي مشاكل، ومع ذلك ريحه فمه مش كويسه. دي احد الاعراض اللي بتظهر بيها، الاعراض اللي هو بيجي بيها المريض يعني. تجشؤ كتير، في انتفاخ في فم المعده، او حاجه احنا بنسميها عسر الهضم الوظيفي، يعني الم في منطقه المعده مع تقل او حاجه زي ضغط على الصدر وتجشؤ كتير. ممكن يجي بحموضه في المعده، يجي بقرحه معده او قرحه اثنا عشر، بيبقى في احيانا اضطراب في الجهاز الهضمي ككل، في بعض الحالات بيبقى في اسهال، في نقص في الوزن غير مبرر. يعني الاقي حد وزنه بينزل وبيعمل تحاليل وبيعمل فحوص، ومع ذلك مش بنكتشف غير لما ايه، يعمل تحليل بتاع جرثومه المعده. في كمان احيانا ومن النادر ان هي تسبب سرطان. في سرطان خاص بالغدد الليمفاويه بتاعه المعده اسمه مالت، احد الاسباب بتاعته، بس انا اقول من النادر ان هي تسبب سرطان، لكن تعتبر احد المسببات، بس حاجه نادره. طب انا بخصوص موضوع الغدد الليمفاويه ده، انا هرجع لك في سؤال كده عليها، بس الاول ناخد اتصال تليفوني. السلام عليكم. حازم من القليوبيه. السلام عليكم. السلام عليكم. اكلم الدكتور؟ اتفضل. كنت دكتور بستكي دايما بيجي له عسر هضم على طول. تمام. بستكي عنده عسر هضم على طول، ودايما بيجي لي امساك مزمن جدا يعني. فده ممكن يكون جرثومه؟ هو احنا لسه بنقول بنقول عسر هضم وظيفي، يعني بلاقي فيه تجشؤ، في الم في منطقه المعده، ده ممكن يكون سببه الجرثومه، لكن الامساك ده موضوع تاني، يعني ممكن نتكلم فيه بعدين. لكن عسر الهضم الوظيفي او الالم في منطقه المعده، التجشؤ الكتير، احساس الغثيان، دي احد الاعراض اللي بتسببها جرثومه المعده. غثيان خالص يا دكتور؟ هو بس عسر هضم ممكن تكون سبب، لكن حضرتك ممكن تحتاج فحص، ممكن تحتاج تنظم طريقة أكلك، ممكن تعمل تحليل جرثومة المعدة وتتابع مع الدكتور اللي بيتابع حضرتك، يعني هيحدد لك البروتوكول المناسب للعلاج. ماشي، شكرا يا دكتور. شكرا. تمام، بشكر حضرتك. ماشي. احنا هرجع لحضرتك على وعليكم السلام. موضوع الغدد الليمفاوية دي، هو تضخم الغدد الليمفاوية عند الأطفال، يعني في مثلا الاطفال بتشتكي دايما على طول بطني وجعاني بطني وجعاني، وفي برضه انا ده بكلمك سؤال عن حد من المشاهدين، يعني بيقول ان ابنه كان عنده برضه زي كده الم في بطنه شديد، دايما الصبح بيصحى الم في بطنه شديد، ولما كشف له عنده الدكتور كده طلب منه اشعه طبعا على البطن وكده، فلما عمل اشعه طلع فيها تضخم في الغدد الليمفاويه. هو تضخم الغدد الليمفاويه لو انا بتكلم عليه في البطن، ده ممكن يكون حميد وممكن يكون خبيث. في ناس كتير لو انا عملت له اشعه تلفزيونيه ممكن تظهر معايا في فيتشرز او في خواص بتظهر للتضخم الخبيث، بتبقى ظاهره للدكتور بتاع الاشعه، ولو شافها هو بيحولني بعد كده ان انا اعمل سي تي او اعمل اشعه مقطعيه على البطن. لكن في الاغلب اللي احنا بنشوفه بتبقى حاجات حميده، يعني ممكن طفل بمجرد ما يحصل عنده التهاب في اللوستين بيحصل عنده تضخم في الغدد الليمفاويه بتاعه البطن. برضو في حالات النزلات المعويه او حالات التهاب القولون باي بكتيريا ممكن تعمل معايا تضخم. هو ما عندوش اي حاجه من الاعراض دي، هو بس بطنه بتوجعه دايما، ما هو من غير اي اعراض، مثلا سواء مثلا احتقان في اللوز او حاجه زي كده، مفيش الكلام ده، هو بس بطنه على طول بتوجعه الصبح دايما. ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا دكتور الاشعه لما بيشوف الغدد الليمفاويه وهي متضخمه بيبقى فيه فيتشرز او فيه خواص إذا كانت حميدة أو كانت خبيثة، وبيقدر يحددها وبيديني ريكومنديشن، بيقول لي إيه، إحنا ممكن نعمل سي تي علشان نشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون إيه. تمام. لكن حالات كتيرة جدا بتبقى مجرد التهاب في الجهاز الهضمي وهو اللي بيسمع فبيعمل إيه، غدد ليمفاوية. تمام. طب عايز أعرف بس العلاج الخاص بالجرثومة دي. العلاج الخاص بجرثومة المعدة هو طبعا. طب معانا مداخله هاتفيه الاول، علي من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش كنت عايز اسال الدكتور سؤالين يعني. اتفضل يا استاذ علي. الله يبارك فيك. الله يخليك. سوهاج احسن ناس. انا سوهاج. احسن ناس. بارك الله فيك يا دكتور. وفيك بارك الله. نور على الشاشه دايما كده. ربنا يخليك يا فندم. البرنامج الله يخليك.
انا معي معلش المدام يعني بتحس بحرقان في المعده وهي بتاخد دواء اسمه سيتوفاج وحمض الفوليك بتركيز فبتحس بألم جامد في المعده وبيعمل لها حرقان جامد يعني. طب هو السيدوفاج، السيدوفاج حضرتك هي بتاخده علشان عندها سكر ولا عندها لا تكيسات على المبايض ولا علشان تخس؟ عشان التكيسات، عشان التكيسات والحاجات دي. صح يا دكتور، تمام. بس فهي من اول ما خدت العلاج ده معدتها يعني تعبها شويه وحس بحرقان جامد يعني. السؤال الاول بالنسبه للسؤال بتاعنا يا دكتور، معلش حصل. لا اتفضل حضرتك اتفضل. انا عملت تحليل سكر الحمد لله، سكر صايم يعني طلع 92. انا ما عنديش سكر ولا حاجه، بس قلت لكم يعني 92 اسمه 92 تمام. وعملت تحليل اسمه دم، دم وتركيز البرسومين طلع 147 ومن تحت كده 80. طيب ناخد السؤال الاول بتاع المدام. هو طب الاول في اي سؤال لحضرتك دكتور؟ يعني تاني؟ مش عارف تحليل الدهون طالع بين 22 على 170. التحليل ايه حضرتك؟ الدهون. الدهون، الدهون المكرره. هو بعد اذن حضرتك، بعد اذنك، هو الدهون اللي على الكبد مالهاش تحليل، مالهاش تحليل. انا ممكن اشوفها بالاشعه او ممكن بالعينه، لكن الدهون الموجوده في الدم دي ممكن اعرفها عن طريق التحاليل. يعني الكوليسترول، الكوليسترول الضار، الدهون الثلاثيه دي ممكن اعرفها عن طريق التحاليل. لكن وجود، وجود تشمع بالكبد او وجود دهون على الكبد دي حاجه تمام، وارتفاع انزيمات الكبد دي حاجه تانية. يعني ممكن ارتفاع انزيمات الكبد يبقى ناتج عنها او ممكن ما يكونش ناتج عنها. هو مش عارف عمل الدهون على الكبد تحليل يعني دم مش طب احنا هنتكلم الدكتور هيجاوبك على الاسئله بتاعت حضرتك بالترتيب. بشكر حضرتك، مش اتفضل يا دكتور. بخصوص السؤال الاول هو انه المدام بتاعته بتاخد سيدوفاج وعمل لها اضطرابات في المعده. ماده الميتفورمين اللي موجوده في الدواء ده هي بتعمل اضطراب في المعده عند بعض الناس، مش كل الناس. العلاج ده احنا بنستخدمه رقم واحد في علاج السكر من النوع الثاني، ممكن في بعض الناس بتستخدمه للتخسيس، بنستخدمه في علاج تكيسات المبايض برضو حديثا بقينا نستخدمه في علاج السكر، علاج سكر الحمل بدل الانسولين على حسب ما بيحدد الطبيب طبعا. الماده دي بتعمل اضطراب في الجهاز الهضمي عند بعض الناس، بتعمل حرقان وبتعمل غثيان وبتعمل قيء. علشان كده المفروض لو انا هبدا علاج بيها ببدا باقل جرعه اللي هي 500 مللي جرام. ممكن ازود بعد كده كل اسبوع ازود الجرعه، بدل 500 اخليهم 850، بعد كده 1000، بعد كده 1500 وهكذا. وتكون الجرعه بعد الاكل مباشره، ما تكونش على معده فاضيه، يعني تكون على معده ممتلئه، وبالتالي بيبقى التأثير على جدار المعدة أقل وطأة. بالنسبة للسؤال الثاني، هو عمل تحليل سكر صايم والسكر الصايم بتاعه كان 92. 92 ده رقم طبيعي خالص في بالنسبة للسكر. احنا بنعمل تحليل سكر صايم، بنصوم المريض 8 ساعات صوم ليلي مش صوم نهاري. يعني انا مش بصومه من الساعة، من الساعة مثلا 8 الصبح ل 4 العصر كده بقى اسمه سكر عشوائي، لا انا بصومه 8 ساعات صوم ليلي، وبعد كده باخد منه عينه، لو الرقم بتاعه طلع 126 فما اكثر ده مريض سكر. لكن اقل من الرقم ده لو هو من 99 ل 125 دي مرحله ما قبل السكر، اللي قبل كده ده طبيعي. عشان كده هو تحليله ده تحليل طبيعي. بالنسبه لموضوع دهون الكبد، حتى الان مفيش علاج انا ممكن ادهوله ياخده علشان ينزل دهون الكبد. مريض السكر فقط في دواء اللي هو بايوجليتازون ممكن ينزل نسبة الدهون الموجودة عن على الكبد. فيما عدا ذلك رقم واحد التخسيس، لازم وزنه ينزل، لازم وزنه ينزل. أنا ممكن أدي فيتامين ه أو فيتامين إي، أديه كعامل مساعد لمدة 3 شهور، مش حاجة أساسية. الأساس في دهون الكبد حتى الآن إن وزنه يرجع للوزن الطبيعي، ما يكونش أوفر ويت. تمام. معانا ام علي من الجيزه. المداخله ده. ام علي من الجيزه، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. السلام. اتفضلي. معاكي دكتور ازاي؟ اهلا وسهلا بيك. اتفضلي ام محمد، معلش. اتفضلي.
عايزه تسالي الدكتور في اي حاجه؟ ماشي يا دكتور. اتفضلي حضرتك. ماشي يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. انا عندي كده حرقان من المعده جامد قوي. تمام. حرقان في فم المعده بس مش اكتر. حرقان في فم المعده. احنا بنتكلم عنه دلوقتي. تمام ماشي. في اي اسئله تانية لحضرتك؟ لا شكرا شكرا. ماشي بشكرك جدا. هو موضوع حرقان فم المعده ده ممكن يكون سبب جرثومه المعده ممكن بس مش حاجه اساسيه. في بعض الناس بسبب التدخين، في بعض الناس بسبب العادات الغذائيه الخاطئه. طبعا احنا كمصريين بنحب الاكل المسبك. هو طبعا الصحي انه يكون الاكل مسلوق. كذلك في بعض الناس بتاثر بالبهارات، يعني لو الحاجات الحريفه الشطه والحاجات اللي زي كده ممكن تعمل معاه. الادويه، الناس اللي بياخدوا مسكنات، اللي عندهم مشاكل في الركبتين، وفي اكل معين برضه دكتور بيعمل حرقان. ما احنا لسه كنا بنقول انه في بعض الاكلات بتعمل. تمام. مشاكل الناس اللي بتاخد مسكنات، طبعا اللي عندهم مشاكل في الركبتين او مشاكل في المفاصل او الروماتويد، الناس بيستخدموا مسكنات لفترات طويله ممكن يحصل معاهم التهاب في فم المعده. برضو من العادات اللي ممكن تزود حموضه المعده شرب الشاي بكثره، النوم بعد الاكل من الحاجات اللي بتزود حموضه المعده. يعني في اسباب كتير احنا اوجزناهم، احنا قلنا ممكن تكون جرثومه المعده احد الاسباب، بس انا ببدا بالادويه بتاعتي ولو ما فيش استجابه بعمل تحليل جرثومه المعده ده بعدين. تمام. طيب هو في برضو عند بعض المناطق، خلينا نتكلم عن الميه بقى، ان هي ممكن تكون سبب برضو في حكايه جرثومه المعده دي، لان يعني في بعض المناطق الميه عندها بتبقى ملوثه. ما احنا كنا بنقول ايه؟ بنقول انه طريقه الانتقال في كورال، يعني عن طريق البراز، يعني ميه ملوثه بالبراز او اكل ملوث بالبراز، بغض النظر عن الطريقه ازاي يعني. طب ازاي بشخص جرثومه المعده دي؟ جرثومه المعده انا عندي عده تحاليل بشخص بيها. ممكن اشخصها عن طريق انتيجين موجوده في البراز، اتش بايلوري انتيجين ان ستول، مضادات البكتيريا عن طريق عينه من عينات البراز، وده له ليه سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي عاليه 95%. وكمان بتابع بيه، يعني انا بعد العلاج المفروض بعد العلاج بشهر بعيد التحليل مره ثانيه علشان اشوف اذا كانت الجرثومه استجابت ولا ما استجابتش للعلاج. ممكن اتابعه عن طريق عينه البراز. في بعض الناس بتعمل سيرم، يعني عن طريق عينه من عينات الدم، وده احد التحاليل الضعيفه جدا لانه المضادات دي بتبقى موجوده حتى لو الشخص اصيب وخف منها. من التحاليل المهمه جدا ان انا ممكن اخد عينه عن طريق المنظار، يعني لو واحد بيعاني من قرحه المعده او من قرحه الاثنى عشر، انا ممكن ادخل بالمنظار واخد عينه واحللها والتحليل ده من التحاليل المهمه وقويه جدا. كمان في تحليل عن طريق النفس. يعني عن طريق النفس؟ احنا قلنا البكتيريا عندها انزيم اسمه يوريز انزيم. الانزيم ده انا بستخدمه في ان انا اكشف عليها، انا بدي المريض قرص كده فيه ذره كربون مشع. الانزيم ده بيتعامل مع الماده دي وبيفرز لي، يعني هو بياخد في التحليل ده بياخد قرص، القرص ده بيمضغه وبعد نص ساعه انا بخليه ينفخ في بالونه او في جهاز كده، وباخد النواتج الميتابولايتس بتاعتها وبحللها، لو فيها ذره الكربون المشع يبقى عنده جرثومه المعده. في من الناس من 50 لـ70% من سكان العالم مصابين بجرثومه المعده. تمام. النسبه دي بتزيد في الاماكن المزدحمه والدول الناميه لتصل لـ90% في بعض المناطق وبتقل. احنا هنرجع للنسبه دي بس هناخد ام حمدي معانا من اسوان. السلام عليكم. احنا ما خلصناش. لا احنا انا فاكره وصلنا التشخيص. اوكي تمام. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمحتي يا دكتور. اتفضلي حضرتك. الو. ايوه اتفضلي احنا سامعينك. سمحتي يا دكتور. اتفضلي حضرتك. انا مريضه الضغط وباخد العلاج. تمام. ولما اخد العلاج الصبح بالبرشام الصبح دي بتعمل لي على المعده. برشامه الصبح. وبعدين لما باخد ولا باخد لما باخد اي علاج برضه بتاع العظام بيوجعني المعده. تمام. باخد بس فيتامين كالسيوم دال بيعمل اي
تمام. في اسئله حضرتك تانية؟ ماشي، بشكر حضرتك. هي كانت بتسال على قرص الضغط اللي بتاخده على معده فاضيه الصبح. هو طبعا تقريبا كل ادويه الضغط احنا بناخدها على معده خاليه عشان يكون التاثير بتاعها اقوى. في حاجات قليله اللي احنا بناخدها بعد الاكل. هو بعض المرضى يعتقد ان هو ليه تاثير ضرر على المعده، لكن الكلام ده مش مثبت الا في حاجات ضعيفه جدا. لكن ممكن تاخد قرص بتاع الضغط مع كوبايه ميه كبيره. ناس كتير بياخدوا الاقراص، سواء اقراص الضغط او اي ادويه تانية، بكميه ميه صغيره، علشان كده ممكن يحس بالم المعده. بالنسبه لموضوع الكالسيوم وهل تاخده لفتره محدده او لفتره طويله، دي مش هقدر احددها لك انا، هيحددها الطبيب المعالج اللي هو شاف حضرتك، شاف الاشعه بتاعه حضرتك، قدر يحدد في نقص في الكالسيوم او في هشاشه لدرجه معينه، وهو يقدر يحدد لحضرتك تبداي امتى وتنتهي امتى. تمام، نرجع دكتور للتشخيص. للتشخيص كنا بنتكلم احنا قلنا في من سكان العالم من 50-70% مصابين بجرثومه المعده. تمام. بتزيد النسبة دي في الدول النامية والأماكن المزدحمة لتصل ل 90%، وبتقل في الدول المتقدمة. هي مش دي نسبة كبيرة برضو؟ نسبة كبيرة جدا، بس مش كل الناس عندهم أعراض. احنا ايوه بتكلم في النقطة دي. طب في ناس كتير مش بيبان عندها أعراض، اللي ما عندوش أعراض أنا مش بعالج. دي تستلزم تحليل؟ لا لا، مش يستلزم تحليل ولا أي حاجة. طالما ما فيش أعراض أنا مش بتدخل نهائي. طب هو يعرف ازاي ان هو عنده جرثومه المعده او ما عندوش؟ انا كنت لسه جاي في الكلام. هو طبعا في تحليل احنا بنستخدمه علشان نشوف اذا كان البكتيريا دي بكتيريا شرسه ممكن تسبب عندي قرحه المعده، او ممكن تسبب عندي ورم في المعده او لا. التحليل ده مش كتير من الناس يعرفه، اسمه لاين تيست. لاين تيست. التحليل ده اتاخد عينه من مجموعة من الناس عندهم قرحة المعدة، لقيوا انه 95% من الناس دول مصابين بجرثومة المعدة. تمام. علشان كده ربطناها ربط مباشر، وده تحليل اسمه كاج اي. كاج اي لو هو بوزيتيف معنى ذلك انه الجرثومة شرسة وممكن تسبب معايا قرحة المعدة. برضو خدوا عينات من الناس اللي عندهم سرطان في المعدة، ولقيوا 91% منهم عندهم جرثومة المعدة. تمام. والتحليل اسمه فاك اي، برضه هو نوع من اللاين تيست. لو هو بوزيتيف يبقى انا اعرف ان الجرثومة اللي عندي دي من النوع الشرس وممكن تسبب معايا ورم في المعدة. لكن احنا قلنا من النادر ان هي تسبب اورام في المعدة. طب بالنسبة للناس اللي هي ما يعني بتاخد علاج وبتمشي على مثلا علاج الجرثومة 14 يوم، طب بالنسبه للناس اللي بتاخد العلاج ده وبرده مفيش فايده، الالم هو هو؟ لا، احنا لسه هنقول موضوع العلاج. هو طبعا في بروتوكولات للعلاج. في علاج ثنائي وفي علاج ثلاثي. في بروتوكول بياخد 5 ايام، وفي بروتوكول 7، وفي بروتوكول 10، وفي بروتوكول 14 يوم. طيب يعني ده هو موال بقى. وكل طيب ناخد وفاء من اسيوط معانا وبعدين أوكي. نرجع ليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. انا عندي طفله عندها 11 سنه بتشكي دايما ببطنها، فجيت كشفت لها يعني عند كذا دكتور بتاع بطن واطفال، اعمل تحليل لصوره الدم، اعملي لي تحليل براز، اعملي تحليل بول، عملت تحليل سكر، كل ده يطلع ما فيهوش اي حاجه. بس هي المشكله بتاعتها لو اكلت حاجه مسكره زي عسل اسود او اي حاجه كده عشان انيميا يجي لها زي دور هبوط ويغمى عليها. معلش حضرتك، لو اكلت حاجه ايه؟ عسل اسود او اي حاجه مسكره. لو اكلت اي حاجه مسكره، عسل اسود، بسبوسه، اي حاجه حلويات. تمام. يحصل لها هبوط ونوديها المستشفى نركب لها محاليل. تمام. بس مش عارفه ايه السر في كده، يعني مش عارفين نتوجه لفين فين بالظبط. خلاص حضرتك. تمام. بشكر حضرتك يا فندم. اتفضلي. العفو. بالنسبه لاسباب المغص عند الاطفال طبعا كثيره ومتنوعه. ممكن تكون جرثومه المعده على فكره احد الاسباب. اكثر سبب شائع انا لاحظته الاكل. الشيبسي والكاراتيه والحاجات اللي بتعمل عسر هضم والم غير مبرر، يعني حتى لو انا عملت لها تحاليل بلاقي الدنيا كويسه، ولو اديتها ادويه مش بتستجيب. بمجرد ما الغي كل الاكل بتاع بره ده واحافظ على الاكل الصحي بتاع البيت بلاقي الدنيا انتظمت معاها. بالنسبة لموضوع الهبوط بعد أكل عسل أو أكل حاجة مسكرة، ده مش مرتبط بالأطفال، ده بيحصل في الأطفال وفي الكبار. متلازمة مرضية بتحصل عند بعض الناس. اللي بيحصل إن أنا لما باخد، مش كل الناس،
لما بياخد حاجه مسكره كتيره في مره واحده البنكرياس بيفرز انسولين بكميه كبيره، فبيحصل هبوط مفاجئ في السكر. يعني هو اكل حاجه مسكره ومع ذلك حصل عنده هبوط مفاجئ في السكر. الحل ان انا ما اديش اكلات فيها سكريات بسيطه، يعني مضاف لها السكر الابيض بكميات كبيره في مره واحده، لانه هيعمل معايا نتيجه عكسيه. لو هي بتاكل مثلا نفسها في حاجه حلوه يبقى نتجه للفواكه بقى. طيب نرجع مع حضرتك نتكلم على الاعراض اللي كنا بنتكلم فيها. احنا كنا بنتكلم على التشخيص عن طريق اللاين تيست. طيب. وقلنا علشان نعرف اذا كانت الجرثومه دي شرسه او مش شرسه احنا بنعمل التحليل ده. 95% من المصابين بقرحه المعده بيبقى عندهم كاج اي بوزيتيف، و91% من المصابين بسرطان المعده بيبقى عندهم فاك اي بوزيتيف. يبقى انا عرفت كده اذا كانت شرسه او مش شرسه. قلنا كمان انه في نسبه الناس المصابين بيها في العالم من 50 لـ 70%، بتزيد ل 90% في المناطق المزدحمه والدول الناميه. ده علشان النظافه العامه طبعا، وبتقل لتصل ل 30% في الدول المتقدمه. بالنسبه للادويه قلنا بروتوكولات الادويه بروتوكول ثلاثي او رباعي. في بروتوكول ممكن اخد 5 ايام. احنا بنتكلم بقى في النقطه دي في العلاج، في نقطه الادويه. لو انا ممكن 5 ايام او 7 ايام او 10 ايام او 14 يوم، اللي بيحدد ده الطبيب المعالج. بيبقى فيه على الاقل 2 مضاد حيوي وفي حاجه مثبطه لافراز الحامض المعدي معاهم. في دراسه حديثه اتعملت على اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين ده احد المواد اللي ادرجتها وزاره الصحه في بروتوكول علاج كوفيد. ليه خواص مضاده للبكتيريا، مضاده للفيروسات، مضاده للالتهابات. لقينا ان احنا لما بنديها عند الناس اللي بتاخد البروتوكول بتاع العلاج بيبقى الاستجابه معاهم اقوى. تمام، احنا كده خلصنا نقطه العلاج والاكل المناسب. احنا عايزه بس اعرف الاكل المناسب، بنطلع لفاصل وبعدين نرجع نتكلم في موضوع النقرس. اوكي. مش عايز اقول اكل مناسب، هو طبعا الاكل الصحي صحي لكل الناس، لكن في بعض الاكلات بتزود استجابه الجرثومه للعلاج. بعض الاكلات دي زي الموالح، البرتقال واليوسفي والليمون. طبعا فكره خاطئه عند الناس ان ده بيزود حموضه المعده. لكن ده بيزود استجابه الجرثومه. هو افضل بروتوكول علاج بيصل نسبه استجابه الجرثومه ل 92% تقريبا. الاكل ده بيزود استجابه الجرثومه لحوالي 98%. احنا قلنا الموالح، الزبادي، الخرشوف، البروكلي تقريبا علشان السلفر الموجود فيهم. في حته عايز انبه عليها، انه هو انا لو باخد بروتوكول علاج والدكتور حدد لي ان انا ماشي 14 يوم، لو انا استمريت عليه 10 ايام وقفت يوم او يومين كده البروتوكول انتهى. يعني كده لازم ال 14 لازم 14 يعني 14. تمام. المفروض بتوقف بعدها شهر كامل، وبعد كده بعمل تحليل مره كمان. احنا قلنا ايه، ما ينفعش اعمل تحليل عن طريق الدم لانه مش هيديني نتيجه مظبوطه. بعمل تحليل عن طريق عينه من البراز، او ممكن يعمل يوريا بريس تيست، او من النادر طبعا موضوع المنظار. في حاجه كمان بالنسبه للعلاج، احنا قلنا الانتظام، قلنا اللاكتوفيرين بيزود من الاستجابه. تمام. استخدام المضادات الحيويه بطريقه غلط بتقلل من استجابه جرثومه المعده. لما انا بدي بروتوكول علاجي لجرثومه المعده 14 يوم بيبقى فيهم ماده مثبطه لحمض الحامض المعدي اسمها بروتون بامب انهبيتور، زي بنتوبرازول او اسمه برازول. اللي هو ايه، خدت على الغدا مثلا ما تاخدش؟ لا، هو مثلا باخد 7 بالليل او اخد 7 الصبح. تمام. بحاول اظبطها بالوقت. الجزء ده او العلاج ده اللي بيقلل حموضه المعده ما ينفعش استخدمه في الشهر اللي بعدها، يعني لازم اوقفه قبل ما اعمل التحليل الثاني باسبوعين، لان انا لو استخدمته هيديني نتيجه خاطئه. في حاجه ثانيه، احنا ناخد نور بس من الجيزه الاول. أوكي. عشان معانا من بدري. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. بقول لك ممكن بس اخد من وقت الدكتور شويه؟ اتفضلي حضرتك. بقول لك يا دكتور ابراهيم، انا عندي 25 سنه ومتجوزه،
بس انا دلوقتي داخله يعني بقالي على السنه كده، كل ما اكل اي حاجه في معدتي الاقي معدتي بعدها بشويه احس ان انا عندي وجود، والاقي دماغي تصدع جدا ومعدتي توجعني قوي بقالي على 3 اسابيع. ده الكلام ده بقاله سنه، بقالي كده حوالي 3 اسابيع يا دكتور اكل اي حاجه ارجعها والاقي معدتي وجعاني جدا جدا، وببقى عايزه يعني اخبط فيها هواء اطلعها من بقي مش بعرف. معلش حضرتك تبقى عايزه ايه؟ معلش ببقى في هوا كده، ببقى في هوا في صدري عايزه اطلعه ومبقاش عارفه نفسك. يعني نفسك مكتوم مثلا؟ لا لا، هو تقصد التجشؤ. تمام تمام ماشي، بشكر حضرتك. ماشي الدكتور هيجاوب على حضرتك. احنا قلنا حضرتك انه من الاعراض اللي بيجي بيها مريض جرثومة المعدة كثرة التجشؤ او عسر الهضم الوظيفي، يعني عدم راحة في منطقة المعدة، وبالتالي ممكن الطبيب اللي بيتابع حضرتك يطلب منك التحليل ويتابع معاك العلاج، لكن هو مش هينفع اوصف علاج طبعا عن طريق التلفزيون، لكن يعني هي بتديني صورة نمطية للإصابة بالجرثومة. طيب وهو التقرير ده ممكن يكون بسبب ايه؟ الايه؟ التقرير، التقريب قصدي، معلش التقريب ممكن يكون بسبب ايه؟ التقريب اللي هو ايه؟ اللي هو حضرتك بتقول التشخيص عامة هو قدام بيبقى عند الدكتور، الدكتور لازم المريض يكون قدامك مثلا عشان تعرف حاله. طبعا ما ينفعش يعني ما ينفعش اشخص عن طريق التليفون ولا عن طريق التلفزيون. حتى يعني مش اسكس. يعني هي لو حست باي عرض زي كده لازم استشاره الدكتور. بس ده احنا يعني بنثقفها، بنقول لها الحاجات اللي ممكن تحصل معاها، ممكن يكون سببها ايه، وهي ممكن تتناقش مع الطبيب المعالج ليها. تمام، انا بشكر حضرتك جدا. نطلع بس فاصل نرجع نتكلم على موضوع النكرس مره ثانيه. اوكي. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم عن النقرس وليه سمي بداء الملوك. هنروح للدكتور وهو اللي هيجاوبنا على السؤال ده. اتفضل يا دكتور. ليه تسمى بداء الملوك؟ التسميه دي طبعا قديمه، ولانه النقرس ارتبط في اذهان الناس باكل اللحمه، ولان اللحمه ضيف دائم على موائد الملوك. مش بس ارتبط بالاكل اللحمه، وارتبط كمان بالناس اللي هي تخينه، يعني دايما ارتبط بيهم هم. بس يعني هو ارتبط باكل اللحوم اكتر، وحتى في شريحه كتير من الناس تعتقد انه اللحمه هي السبب. هي مش سبب، هي ممكن تزود الموضوع لكن مش سبب اساسي، ولانه اللحمه ضيف دائم على موائد الملوك. وشريحه من الناس كتير حتى الان يعني تعتقد ان هي السبب الاساسي، عشان كده قالوا عليه داء الملوك. لكن هو داء الوزير والغفير، لا يفرق ما بين ملك وما بين مملوك. تمام. يقف بدايه كده عايز اعرف ايه هو النقرس. علشان اعرف ايه هو النقرس لازم اعرف كلمتين كده عن حمض اليوريك، او معلومتين سريعا. حمض اليوريك دي ماده بيفرزها الجسم نتيجه عمليات ايض بتتم داخل الجسم. النسبه الطبيعيه في الرجاله من 2-7، وفي السيدات من 2-5 او من 2-6 تقريبا. حمض اليوريك مضاد للاكسده، يعني ليه فايده في الجسم، بيحمي الشرايين بتاعت القلب من بعض المواد الضاره، انه يحصل معاه تصلب في الشرايين. حمض اليوريك لو عالي مش معناه نقرس، لانه فكره الناس انه طالما حمض اليوريك عالي يبقى انا عندي نقرس. لو انا جاني شخص حمض اليوريك بتاعه 9 اعلى من الطبيعي، بالنسبه لي مش اكثر من نتيجه تحليل، لا يعني الا اكتر من نتيجه تحليل، لكن ايه السبب هو ده المهم، ايه السبب اللي رفعه. لكن النقرس دي صوره مرضيه. مرض النقرس بينتج عن ترسب املاح حمض اليوريك في المفاصل وفي الانسجه المحيطه بها. الترسب ده بيحصل على فترات طويله، يعني 10 سنين، 20 سنه، 15 سنه، يعني مش بين يوم وليله. تمام. يعني ممكن ندي مثال بسيط، لو انا جبت كوبايه ميه ودوبت فيها معلقه ملح هتدوب، معلقتين هيدوبوا، 3 هيدوبوا، 4 لا هيبدا يترسب. بس كل ماده
شويه، لو معلقه خمسة يترسب اكتر. التشبع بتاع الدم بحمض اليوريك هيرسب لي بعض الاملاح في المفاصل، طبعا في المفاصل وبعض الانسجه الرخوه وفي الكلى. لما يترسب في المفصل بعد فتره طويله ممكن يحصل عندي نقرس وممكن ما يحصلش. يعني النقرس بيبقى معاه ارتفاع في حمض اليوريك، لكن ارتفاع حمض اليوريك لا يعني وجود نقرس. تمام. طب هل الرياضه ممكن تكون سبب في اني مثلا بتزيل الاملاح دي في المفاصل؟ هو مش سبب طبعا، لكن الحاجه الاساسيه شرب الميه. تمام. طب عايز اعرف ايه هي اسباب ارتفاع حمض اليوريك في الدم؟ هو في اسباب اكاديميه، ممكن قله الافراز عن طريق الكلى او زياده الانتاج داخل الجسم، او في اسباب اوليه اللي هي غير معلومه، لكن ده كله مش بيهمني كبرنامج تثقيف صحي لكل المشاهدين. احنا هناخد الاسباب الشائعه. الاسباب الشائعه ممكن يكون في ارتفاع في الضغط، ممكن ارتفاع في نسبه الكوليسترول او الدهون الثلاثيه، ممكن يكون في سمنه وزن زايد اللي هي السمنه المفرطه يعني. ممكن يكون في مشاكل في الكلى، اعتلال في الكلى او قصور في وظائف الكلى. بعض الادويه ممكن تزود عندي حمض اليوريك، والادويه دي مشهوره لان احنا بنستخدمها كتير في علاج الضغط. و زي ايه طيب؟ انا مش هقول طبعا اسماء لا تجاريه يعني، لكن تمام. زي فيورسامايد واللازيلاكتون، الحاجات اللي موجوده في السوق دي. تمام. الحاجات دي ممكن تزود عندي نسبه حمض اليوريك. سايزايد، الاسبرين له دوز، يعني الاسبرين اللي انا باخده ب 75 ملي او 81 اللي احنا بنستخدمها للناس اللي هم اصحاب اللي عندهم قصور في الشرايين التاجيه او جلطات سابقه، ده ممكن برضو يرفع عندي نسبه حمض اليوريك. وقلنا مش معنى ان هو رفع عندي حمض اليوريك معناه انه مرض نقرس، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. تمام. طب انا بعالج الارتفاع ده ازاي؟ هو انا مش بعالج الارتفاع ده، ومش مطالب ان انا اعالج الارتفاع ده. انا قلت النسبه الطبيعيه في الرجاله من 2 ل 7، وفي السيدات من 2 ل 6 او من 2 ل 5 تقريبا. تمام. لو وصل عندي في الرجاله 13 او في السيدات 10، انا ممكن هنا اعالج الارتفاع ده. لكن فيما عدا ذلك لا، انا بدور على الاسباب وبعالج الاسباب الرئيسيه. هنا حمض اليوريك بينبهني، بيقول لي خد بالك في مرض معين دور عليه. المرض ده ممكن يكون اخطر، يعني السمنه من الحاجات الخطيره، ارتفاع الدهون الثلاثيه والكوليسترول من الحاجات الخطيره جدا. فهو بينبهني بيقول لي خلي بالك في امراض ممكن تعمل معاك ارتفاع حمض اليوريك، دور عليها وعالجها. لكن ارتفاع حمض اليوريك هنا ده تنبيه من الجسم للمرض التاني. طب عايز اعرف ايه علاقه مرض النقرس بالم الكعبين؟ مفيش علاقه. مفيش علاقه بينهم؟ مفيش علاقه. كل الناس معتقده ان اي حد عنده الم في الكعب سببه النقرس، وده طبعا او املاح حمض اليوريك. املاح حمض اليوريك بتترسب في المفاصل، خاصه مفصل الصباع الكبير، لكن من النادر ان هي يحصل مشكله في الكعب. مشكله الكعب من السمنه، استخدام حذاء ضيق، او ان انا بضغط كتير على ارض ناشفه يوم ورا الثاني ورا الثالث وسنين طويله، ممكن يحصل معايا بقى ايه الالتهاب في الغشاء الاقمصي، وبعد كده ممكن يحصل عندي نتوء عظمي او اللي احنا بنسميها الشوكه العظميه. تمام. طب يا دكتور احنا عرفنا يعني ايه نقرس. طب في حاجه اسمها نقرس كاذب، يعني ايه؟ احنا قلنا النقرس ده ترسب لاملاح حمض اليوريك في مفصل وفي الاغشيه المحيطه بيه. النقرس الكاذب ترسب املاح بس مش املاح حمض اليوريك. كمان النقرس الكاذب ممكن يترسب في اكتر من مفصل في نفس الوقت. حمض اليوريك او النقرس بيترسب غالبا بيبدا لي بمفصل واحد، ممكن بعد كده يمتد لاكتر من مفصل، لكن في البدايه بيبقى مفصل واحد. وانا بفرق ما بينهم ان انا باخد عينه من المفصل بسرنجه وبحلل الاملاح دي تحت الميكروسكوب. طيب الحاجه اللي كل الناس طبعا بتسال عليها، ودي قبل ما نختم البرنامج بس عايزه حضرتك تقولها، الاكل المناسب لمريض النقرس، وايه الاكل الممنوع؟ هو طبعا الحاجات المناسبه هو الموضوع اللي جايبني النهارده. القهوه رقم واحد، دي من الحاجات المفيده جدا لمرضى النقرس، بتنزل حمض اليوريك في الدم. التين، الزيتون من الحاجات الكويسه، عصير البرتقال والليمون على عكس الفكره اللي عند الناس. في كمان ممكن الالبان قليله الدسم، القرنبيط، البروكلي، الحاجات دي من الحاجات المناسبه لمريض النقرس. في حاجات تانية مش مناسبه طبعا، الانشوجه
التونه الرنجه دي مش مناسبه نهائيا لمريض النقرس، بترفع حمض اليوريك بمعدلات عاليه. لكن مش كل الاسماك ممنوعه، انا ممكن اكل اسماك ثانيه بس بنسب قليله. هتكلم تاني ولا خلاص كده؟ لا طيب خلاص كده ايه، وصلنا لنهايه البرنامج، ان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني. بس انا حابه قبل ما نختم كده من اسره البرنامج اقدم لحضرتك حاجه بسيطه كده من اسره البرنامج. ربنا يخليك، بشكر حضرتك جدا على لا اتفضل زي ما انت. ربنا يخليك، وبشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل ده، واحنا فعلا للمره الثانيه كنا سعيدين جدا بوجودك معانا، وتشرفنا جدا بكم المعلومات طبعا اللي عرفناها من حضرتك. وبكده تكون نهايه حلقتنا، وعلى وعد ان شاء الله على لقاء جديد يوم الاثنين اللي جاي. استنونا في حلقه جديده ساعه مع جهاد.